السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديثنا للصحافة لهذا اليوم. نبدأه من صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية التي نشرت مقالاً لسامدار بيري بعنوان رسالة نصر الله لإسرائيل، لن نهاجمكم. قال فيه: لا يصدق كيف يمر الوقت. منظمة حزب الله اللبنانية باتت ابنة 30، والأمين العام نصر الله بات منذ 12 عاماً في منصبه، نحو 10 سنوات تقريباً في مخبأه، وهو هنا وهناك يتأزر بالشجاعة ويظهر في حملات رفع المعنويات. وبالإجمال هذه شهادة فخر لنصر الله في إسرائيل لا تبذل جهوداً في تصفيته. وكما هو معروف حاولوا مرة واحدة تسميمه، ولكن أطباء إيرانيين أنقذوا حياته في اللحظة الأخيرة، واستدعى نصر الله المسجلين ليثبت نفياً غير مقنع. الزمن يفعل فعله، ونصر الله لم يعد يدير الأمور الكبرى. في شقته التي يختبئ فيها يغرق في قراءة الصحف بهوس، يقرأنا: لديه سياسيون ومحللون يحرص على أن يحصل على ترجمتهم، وهو يجب أن يستولي عندنا على العناوين الرئيسية. وهو يلوح بالإعلام اللبناني، يؤشر إلى أعداء، يعد رؤوس أقلام للخطاب التالي، ويستدعي طاقماً تلفزيونياً. ليس كل ما يسجل ينشر بالضرورة على الشاشات الكبرى. في الصورة الكبرى نصر الله لا يبعث على الاهتمام، نصب عدم الفزع من محاولاته الإخافة والكشف إذا كان على الإطلاق يوجد سبب للكشف عن المكان الذي يبحث لنفسه عنه في المعسكر الشيعي، والشرف الذي يسعى لأن يحققه للمقاتلين الذين يبعث بهم إلى سوريا بأمر من طهران. في أيار الماضي ألقى نصر الله بقنبلة عندما كشف السر الأكبر عن 100 رجال حزب الله الذين أرسلوا للقتال في سوريا. سطحياً لم يكن له من مفر، فلم يكن ممكناً طمس الآثار عندما باتت تعاد التوابيت بمئات الجثث من أعضاء المنظمة ممن اختفوا فجأة. في الخطاب الذي بث على شاشة كبيرة في جنوب لبنان قرر نصر الله الإصرار على أن دخلنا إلى سوريا متأخرين، نوعاً من الاعتذار لمدرائه في طهران. ومن نفس الشاشة ينقل إلينا أيضاً رسالة متلعثمة في أنه ليس معنياً بالدخول في مواجهة، وأنه لن يكون هو من سيبدأ معنا، وهو سيواصل مع قادة قسم العمليات في حزب الله التحرش بمحاولة زرع العبوات الناسفة، وإذا كانت فرصة فلن يكون أسعد منه لاختطاف جندي إسرائيلي. ولكن في الغرفة المأطومة يتعلم كيف يستوعب صورة الوضع الجديد عندما تدير إيران مفاوضات مع الإدارة الأمريكية، وأوباما يتعهد في السعودية ألا يعقد صفقة سيئة، والسعوديون يواصلون اعتبار لبنان مرعياً لهم، فإن نصر الله سيحذر من التورط بأعمال تؤدي إلى رد إسرائيلي قوي. ننتقل الآن إلى صحيفة عكاظ، حيث كتب عبد الله السلطان مقالاً بعنوان بشار وسياسة الاستنعام. قال فيه: تعددت هجمات إسرائيل على سوريا دون رد فعل مماثل من قبل نظام رئيس بشار الأسد، ولو من باب الدفاع أو رد ماء الوجه. أين هي مقاومة وممانعة بشار؟ لقد أثبت أنه ممانع لأي اعتداء على إسرائيل، وكان محافظاً على حدودها وهي لا تعبأ بالأمر، كما هو واضح من غاراتها على سوريا. وكالعادة يكون الجواب الرسمي لكل اعتداء إسرائيلي التوعد بالرد، وأن لنا الحق في الرد في الزمان والمكان المناسبين. قيل مثل هذا الرد بعد أن قامت إسرائيل يوم الأحد 5/5/2013 بغارات جوية على مخازن بها صواريخ إيرانية سام 17 أرض جو وصواريخ سكود دي أرض أرض، وكان عدد الضحايا لهذه الغارة 300 معظمهم عسكريون. وهذا هو الهجوم الثاني لإسرائيل ضد أسلحات اعتقدت أنها في طريقها لحزب الله اللبناني. وجواباً لتوعد النظام السوري بالرد صرح الإسرائيليون بأنه ليس باستطاعة بشار أن يرد. وليس غريباً ألا يرد بشار، إنما الغريب في الأمر أن بشار ونظامه ربط غارات إسرائيل هذه نتيجة تحالف بين إسرائيل
والإسلاميين، فمن يصدق؟ آخر الغارات الجوية التي قامت بها إسرائيل حتى الآن كانت على مواقع عسكرية سورية، مواقع نبع الفوار وسعسع، نتج عنها قتل جندي وجرح 7 آخرين من جيش نظام بشار. وكان الجواب الرسمي هذه المرة أقل حدة من ذي قبل، إذ تضمن أن هذه الهجمات تشكل خطراً على استقرار المنطقة، وأن تكرار هذه الأعمال العدوانية من شأنها أن تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر وتجعلها مفتوحة على جميع الاحتمالات. لكن ما هي هذه الاحتمالات؟ لم يهدد نظام بشار بأنه سيرد على غارات إسرائيل في المكان والزمان المناسبين، ولم يشر إلى أي من هذه الاحتمالات. لقد استنعم، لقد انكشفت حقيقة بشار ونظامه، فلم يكن مقاوماً وممانعاً مثلما كان يوهم الناس أنه كذلك، فلم يرد على الهجوم الإسرائيلي. وبالنسبة لإسرائيل فإنها ترى الحرب القائمة بين نظام بشار والشعب السوري بلا شك تخدم مصالحها، وبشار يخدمها في ذلك لأنه يقضي على القوة العسكرية لسوريا في حربه ضد الشعب السوري، وتأمل إسرائيل أن تسهم الحرب في تجزئة سوريا، وغير خاف أن ما يهم الولايات المتحدة في الوضع السوري هو ما يهم إسرائيل. وهذا واضح من الموقف الأمريكي غير الحازم تجاه بشار ونظامه، والله أعلم. واصل معكم مشاهدينا حديث الصحافة، وننتقل الآن إلى صحيفة الحياة، حيث كتب حازم صاغية مقالا بعنوان سوريا والعراق ومصائر الجيوش التعيسة. قال فيه: لطالما قيل إن الجيشين السوري والعراقي من بين أقوى جيوش العرب، والقول هذا وقد أخذ به بعض الإعلام الغربي وعمل على تضخيمه، جانبه الصواب ويجانبه، إذ أن الحروب التي امتحنت هذين الجيشين لم تزكي تقييما كهذا. وهنا لا داعي لإعادة استعراض المحطات الكبرى التي أظهر فيها الجيشان أنهما من أضعف الجيوش وأشدها قابلية للمذلات. لقد نبعت صورة القوة هذه من طبيعة النظامين البعثيين السوري والعراقي، ومن أيديولوجيتهما التعبوية التي تعالج المجتمع بالعسكرة على غرار أنظمة مماثلة في العالم الثالث والمعسكر الاشتراكي الراحل. وبطبيعة الحال كان الإنفاق على السلاح وأثره المهلك على الاقتصاد الوطني يستدعيان شيئا من التبرير، ويلحان على توكيد قوة الجيشين دواء لكل داء. قصار القول إن الجيشين رسما نصبين على البسالة والقوة، وحين أقدم الأمريكيون على حل الجيش العراقي وهو كما تبين كان قرارا متطرفا، بدأ ولم يتوقف ندب النادبين لأننا خسرنا هذا الكنز المطمور المخبأ لمواجهة العدو الصهيوني. وكانت أشهر قليلة فحسب قد انقضت على الحرب التي أظهرت ذلك الجيش خردة كالخردة التي كانها الجيش السوري في 67 و82. أما اليوم فكأننا نعيش انقلاب السحر على الساحر، أو انتقام الحقائق من الأكاذيب التي جعلت عقولا لأجيال سورية وعراقية متلاحقة. فالجيش السوري الباسل طبعا تستنزفه مواجهات لن تتوقف، يتقدم شبرا في الغرب والجنوب ليتراجع شبرا في الشمال والشرق، وفي هذا يلوح أقرب إلى ميليشيات لا يوحدها إلا الخوف ممن تبقى من سلطة جائرة، ميليشيات تطلب العون من ميليشيات عراقية ولبنانية تطوعت لقتل السوريين. وهذه الحال ليست أخبارا سارت للمشير عبد الفتاح السيسي الذي ربما ساورته الرغبة في أن يكون الجيش هو الحل، تيمنا عكسيا بالإخوان، يكمل التيمن العكسي لدى نور المالك بصدام حسين. لكن وكائنا ما كان الأمر، يستحسن الإقلاع عن تجريب المجرب الذي سبق أن تكرم على العراقيين بأمثال حلبشة وعلى السوريين بأمثال حما، فما طار طير بحسب قول شاعر حكيم. ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث كتب حسن فحص مقالا بعنوان إيران وسوريا بين شعار ومرارة الواقع. قال فيه:
مع بداية الانتفاضات الشعبية في البلاد العربية بغض النظر عما أدت إليه. بدأنا وقوف إيران إلى جانب هذه الحركات الشعبية وتأييدها أمراً طبيعياً، خاصة ما يتعلق منها بالأحداث المصرية. ولم يكن مستغرباً أن تقف إيران بكل ما لها من قوة خلف المظاهرات الشعبية التي خرجت في البحرين لاعتبارات متعددة، ليس أقلها السعي لاستعادة تأثيرها التاريخي في هذه المنطقة. الموقف الإيراني، وعلى العكس من المتوقع، كان مفاجئاً في تعاطيه وموقفه من الحراك السوري الذي بدأ سلمياً رافعاً شعار الحرية والكرامة والديمقراطية قبل أن يتحول إلى شعار تغيير النظام والمطالبة برحيل الرئيس، مروراً بحمل السلاح دفاعاً عن النفس أمام أجهزة النظام وقواته، وصولاً إلى المواجهة العسكرية المفتوحة ليس فقط بين النظام والفصائل المعارضة المسلحة، بل بين أقطاب إقليميين ودوليين. فإيران ومنذ بداية الحراك السوري اتخذت موقفاً مغايراً لموقفها من الانتفاضات العربية، اعتبرت ما تشهده سوريا ليس سوى مؤامرة أمريكية وغربية بمشاركة عربية تستهدف ضرب محور المقاومة والممانعة في سياق يستكمل الأهداف الإسرائيلية الساعية لمحاصرة الطموحات الإيرانية في المنطقة. وانطلاقا من هذه القراءة تحول الحدث السوري إلى مؤامرة، وأصبحت الأزمة السورية مسألة استراتيجية للقيادة الإيرانية ترى فيما يحدث استهدافا مباشرا لطهران وحلفائها، فاستنفرت كل مؤسساتها ووضعت شروطا قاسية أمام التعاطي الإعلامي الداخلي مع التطورات التي تشهدها المدن السورية والأعمال التي يقوم بها النظام ومؤسساته العسكرية. الوقوف الصارخ لإيران إلى جانب النظام السوري وضعها في مواجهة أخلاقية ومنهجية مع البعدين الإنساني والأيديولوجي على المستويين الداخلي الإنساني والخارجي الإسلامي. ففي البعد الإنساني كانت في مواجهة سؤال جوهري وأساسي، إذ كيف يمكنها تسويغ عمليات القتل والتدمير التي يقوم بها النظام ضد المدنيين من أطفال ونساء قبل أن يقدم له تنظيم القاعدة الغطاء الذي سعى وراءه ومنحه ورقة محاربة الإرهاب؟ وفي البعد الإسلامي كيف لإيران وهي دولة إسلامية أن تقف إلى جانب نظام ديكتاتوري يقتل جماعة إنسانية مسلمة في سوريا من أجل الحفاظ على نظام قائم على القمع والقتل، وهي في ذلك لا تختلف عن حليفتها روسيا التي ترجح المصالح والحفاظ عليها على الإنسان؟ وهذا لا يعني أن ليس للآخرين مصالح يدافعون عنها ويقاتلون من أجلها ويقتلون. الانقسام حول الأزمة السورية والموقف منها لم يعد أمراً يمكن إخفاؤه في إيران، ولم يعد مقتصراً على معسكر المعارضين الذين راهنوا على التغيير في سوريا الذي سيفرض ويستتبع تغييراً في إيران أو يدفع النظام ليكون أكثر استجابة لمطالب التغيير الداخلي ويحد من تنامي مسار عسكرة النظام. حديث الصحافة مستمر معكم مشاهدينا، وننتقل الآن إلى موقع زمان الوصل حيث كتب عدنان عبد الرزاق مقالا بعنوان بين أنقرة ودمشق أنا إنسان. قال فيه: في الأمس وخلال ما تعيشه تركيا من صخب ديمقراطي تمهيدا للانتخابات المحلية، تذكرت ما قاله محمد الإدلبي أنا إنسان، وضاعف إحساسي بتلك الجملة الساحرة على إلامها ما بدأ يشاع أخيراً حول مقارنة باطل يراد بها باطل بين الأمن والاستقرار في عهد الأسدين الأبي والابن، وبين تداعيات واختلاطات الثورة التي أريد لها محلياً وعربياً ودولياً أن تكون وكأن السوريين حيوانات لا هم ولا تطلعات لهم سوى الأكل والفلاحة والحماية ليسبحوا بحمد الدكتاتورية ويشكروا. بداية القول: لأن تركيا ليست موضوعي، ولأن ثمة من يتهكم أخيرا على سياسة حكم العدالة والتنمية. تعالوا لنلقي نظرة حول نسب نتائج الانتخابات في تركيا خلال حكم هذا الحزب، وبين نسب فوز الأسدين الأبي والابن خلال حكم حزب البعث، دون ما أي تعليق أو قراءة لتلك النسب إن هنا أو هناك.
فقد فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عام 2011 ب50.4%، وحصد 47% من الأصوات في الانتخابات التشريعية لعام 2007، وفي العام 2002 حصل على 34% من الأصوات. ولكن الأسد الأب فاز بنسبة 99.2% عام 1971، وبنسبة 99.9% عام 1978، وبنسبة 100% عام 1985، وبنسبة 100% عام 1991. جاءت النسبة نحو 100% فقط لحافظ الأسد عام 1999، لتتدنى النسبة قليلا في عهد الوريث لتصل إلى 99.7% عام 2000، وبنحو 97.6% عام 2007. ولكن بالعودة إلى تركيا، يرفع أنصار أردوغان أرقاما وحقائق في وجه الشعب والأحزاب المنافسة. تركيا تبدأ بناء أكبر مطار في العالم بسعة 150 مليون مسافر. تركيا تغلق ديون صندوق النقد الدولي البالغة 24 مليار دولار. تركيا تبني ثالث جسر يوصل آسيا بأوروبا. نسبة التوظيف الحالية في تركيا 44.9% بعدما كانت 43.8%. صادرات أنقرة بلغت 151 مليار دولار العام الماضي، وكانت عام 2012 قد ارتفعت إلى 152 مليار دولار. والأهم، ثمة تعددية وحرية، ويمكنك أن تقول وتفعل ما تريد تحت مظلة وسيف القانون. فماذا يمكن أن يقول عبدة وعبيد البوط في حملة سيدهم؟ إن كان يقتل كل شهر 6000 شخص، ويهجر كل ساعة 300 شخص، ويصبح 9000 آخرين تحت خط الفقر الأدنى، ويفقد كل يوم 2500 شخص القدرة على تأمين قوتهم، ويخسر كل أسبوع 10000 شخص عملهم، وكل يوم إضافيا في بقاء الأسد يخسر الناتج المحلي الإجمالي 109 مليون دولار، وفي كل دقيقة 10 ملايين ليرة، ونسبة نمو الناتج بلغت ناقص 60%، والفقر 40%، والتضخم 50%. ننتقل الآن إلى صحيفة ستار التركية التي نشرت مقالا بعنوان الشعب هزم المكائد في صناديق الاقتراع. جاء فيه: شكل فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية انتصاراً كبيراً للإرادة الشعبية في وجه كل المخططات الانقلابية ومحاولات تشويه صورة الحزب واتهامه بالفساد والرشوة. وفي هذا السياق تشير الصحيفة إلى أن هذا الفوز التاريخي يجعل حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أول حزب سياسي في تركيا يفوز في 8 استحقاقات انتخابية متتالية دون أن يتعرض لهزيمة واحدة. كما تشير الصحيفة إلى أن هذه الانتخابات شهدت أكبر عدد من المشاركة الشعبية في تاريخ الانتخابات التركية، حيث استطاع حزب العدالة والتنمية أن يرفع نسبة التصويت له بمعدل 10 نقاط مقارنة بالانتخابات البلدية عام 2009، حيث استطاع الحصول على نسبة 47%، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على نسبة 27%، فيما حصل حزب الحركة القومية على 14.4%، بينما لم تتجاوز أصوات حزب السلام والديمقراطية 5%. نواصل معكم مشاهدينا مع آخر مقالاتنا في حلقة اليوم، حيث نقرأ في صحيفة عنب بلدي مقالا في افتتاحية عددها الجديد بعنوان الكرسي. قالت فيه: تمت قبل أيام، على خير أو على شر لا فرق، أعمال القمة العربية المثيرة للجدل والإحباط واليأس في آن معا. وقد هيمنت قضية الكرسي السوري على جدول الاجتماعات والتحضيرات له. ملك
ملك السعودية من جهته طالب بتسليم الكرسي للائتلاف السوري عدة مرات، ودعمته في ذلك عدة دول في حين عارضته دول أخرى، بينما بقي رئيس الائتلاف جالسا بجانب الكرسي مؤكدا على أهميته كلما سمح له أصحاب الكراسي بذلك، لتعقد القمة جلساتها بكرسي فارغ يحمل علم النظام السوري وتختتمها بقرار خجول بقبول تسليم الكرسي للائتلاف. انتهت إذن القمة العربية بمنح مقعد سوريا الشاغر للائتلاف بصفته الممثلة الشرعية للشعب السوري، وأعلن نبيل العربي في ذات الدقيقة أن هذا لا يحتم على الجامعة العربية أي التزام تجاه الائتلاف، ما يخلي مسؤولية الدول العربية رسميا تجاه الثورة السورية. لا زالت القمم العربية تفاجئنا سنويا بالتفوق على نفسها في مستوى الابتعاد عن تطلعات شعوبها. كيف من الممكن أن تستحيل مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة إلى مجرد المطالبة بكرسي لا يقدم ولا يؤخر في مجلس لا يعمل ولا يؤثر؟ الشعب السوري الذي يعاني التشرد والقتل الممنهج في كارثة غير مسبوقة في التاريخ، تترجم الجامعة العربية صرخاته على شكل كرسي سيمنح لمعارضتهم في قمة السنة القادمة، ليؤكد العالم للسوريين مجدداً أن عليهم مواجهة الموت منفردين، وهو ما يحتم على قوى الثورة أن تعيد ترتيب أوراقها في هذا الصراع المرير مستثنية من حساباتها مساعدة من أحد. المشروع الوطني ليس أمراً خطابياً للاستهلاك في المناسبات الرسمية، المشروع الوطني هو ضرورة وجودية لسوريا أرضاً وشعباً وثورة. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم، أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.